بالراحه ده طيب يا جماعه بالراحه اللي هو الطلاب. انا بقول لكم حاجه واحده بس، انا واحد بس هزمت اربع انفار، بتكلم اربع ساعات واحد بيتكلم خمس دقائق ما غير يتكلمها. ليه؟ لانه الكيس فاضي والقريعه منتهيه. يا سيد بس بقول لك حاجه واحده هنا بس، انت دخلت الجامعه دي كيف؟ دخلت الجامعه دي كيف غسلت عقول الطلاب ديل؟ نحن زادنا والله كتر خيرنا في جامعة أم نروان الإسلامية كون دخلنا السافلين والمنحطين في الوطن. لما دخلنا ليك يعني شنو بس؟ حنين عليك بس والله. أنت مفتكر إنه في حاجة اسمها صار سنة يا زول؟ ما في حاجة اسمها صار سنة. تمام؟ كده حس ذلك أنت كريا قرحت راحت. تتكلم لك عن الطهارة، وإنه الطهارة ما في والتوحيد أولاً. معناتها الزول من سرير ويقوم باين ويخش الجامع طوال يقول هذا الوحيد الله سبحانه وتعالى. دي سنتك معناها يا زول؟ دي عقيدتك؟ قلت انا بديك ثلاث حاجات بس يا اخوي. عارف تعرف العقيدة الوطن والسلاح؟ عارفها كويس؟ تعرفها ليه؟ لكن تعرف العلماء والفقهاء، ما تجيب لي كلام من عندك. قول لي قال ابن العثيمين ولا قال ابن طيارة. عارف ليه السنة لغة والسلاح؟ على تعرف العلماء في العصر القديم، مش العصر الحديث. اسمعك وتقول لي كيف التوحيد قبل الطهاره؟ تزول شارب رو ولا شيء هذا؟ الطهاره بالاول يا زول، تستحمى وتغير وتغتسل وتخش الجامع، ولا انا غلطان يعني؟ اقول قولي هذا ربنا يهديكم. ها الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من قبل طبعا الودة ماشي وجاي وراجع زي الراد اللي بيفتش في الموجة بتاعت مونتي كارلو. أنا قال عنده حاجة وبعدين لابس أحمر. أنت يا زول عامل تشاهد غدا لعيد الحب ولا شنو؟ لابس أحمر كده في جامعة أم درمان إسلامية. انت المفروض تلبس حاجه كده. شوف غالب الشباب دي لابسين كيف حاجه كده تتواكب مع الغبار ومع التراب ومع الاشياء التي تؤثر على النظافه. لكن صحيح ضارب سلك. طيب قال قال نحن كتر خيرنا لما دخلنا السافلين والمنحطين، وبعد ذاك قال نحن رفقاء. مش قال لك كلمه زي دي؟ انت بترفق بالسافلين والمنحطين؟ انت سلكك ده ماله؟ سلكك ده ذاته كمل لي ذاته، بيشيل منحطين وبيشيل معه سلكك ده كمل لي انت. طيب بعدين شوف زول بيتكلم. انا ما اعرف الورقه دي حقته هو ولا لقاه وجا اشتغل فيها. طبعا النوعيه دي بس دار يتكلم. يعني اكبر انجاز عنده انه الزول ده يتكلم اربع ساعات واخواننا ده بيتكلموا خمسه دقائق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نرجو انه نسال الله انه يعني يشفيك وتجينا ممكن نتبرع لك بساعتين رقيه. كويس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم بالكلام اليسير البسيط الذي لو أراد المستمع إليه لعده. عرفته؟ عشان كده بيقول لك حتى ناس الجرايد الكلام كثير، بيقول لك خير الكلام شنو؟ ما قل ودل. بس أنت من قبل هناك بتكورك وتتكلم، لما ذاته كرهت الشباب ده والله الناس دي ما تخلي نازل معاك مستوى اكثر من كده. لكن ما في داعي تتكلم ذاته، انت تتكلم ليه؟ عندك شنو مفيد ذاته؟ معلوماتك كلها جايطه وكلها غلط وكلها باطل وكلها مشقلبه، وكل ما تروح له معلومه يمشي يفتح السيوتر بتاعه يمرق منه قلم، ثاني يجي جاري يمرق ورقه، ده شنو ده يعني؟ فهمت؟ فعليك الا ما تخش ساكت، انت ما تلقى الناس متلمين وطوال اي شاكل، كذا اقعد يمكن تستفيد ايه حديث، ده اللي بيوديك لقدام. عرفتها؟ فمن الكلام المشقلب عندك عرفته وشكله التايم بتاعك ذاته ما شغال. قال شوف الناس دي العجيبين كيف بيقولوا التوحيد قبل الطهاره. يا اخوانا زول اول حاجه بيتوضا حتى يمشي الجامع، مشي الجامع دي اسم الصلاه ما اسمه التوحيد. يا زول ما فاهم حاجه ولا شو؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، انت قبل تتوضا اول حاجه بتعمل شنو؟ بتتشهد الشهادتين. انت خشيت الجامعه دي كيف؟ ما قريت حديث بني الاسلام على خمس؟ الجامعه دي خشيتها كيف؟ كتر خيرنا دخلنا النقط نقط نقط. فهمت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام
على خمس. أول حاجة قال شنو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد ذاك قال شنو؟ بعديها شنو؟ بعد الشهادتين في شنو؟ حافظ؟ ولا ندخلك الروضة تمشي تعيد؟ حافظ؟ أيوة. بعد ذاك الصلاة مش؟ الصلاة؟ عرفتها؟ يا سلام عليك. لكن ما عندنا صفقين لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء. طيب فالصلاة قبل ما تخش إليها لابد أول حاجة تحقق التوحيد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما رسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ما وصاه بكلام كثير 4 ساعات بالمناسبة، دي فائدة لابد تأخذها أنت، فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. يعني أول حاجة شنو؟ أنت مركز معي ولا طاشي؟ شارب حاجة ولا ديلكم؟ عرفتها؟ فأول حاجة أنت بتبدأ بالتوحيد زي ما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. لأنه يا أخونا الزول حتى لو يعني اتوضى وتطهر ومشى الجامع وصلى، أول مسألة في شروط الصلاة وفي شروط الطهارة وفي غيرها من شروط العبادات، أول حاجة بقول لك شنو؟ الإسلام اللي هو التوحيد، عرفتها؟ طيب نقوم نرجع للتوحيد. التوحيد هو شنو في اللغة؟ علماء اللغة قالوا، طبعا ده ما عنده تعلق بابن عثيمين في العصر الحديث رحمه الله أو بغير من القديم، لأنه العلم بتاع العلم ده، العلم بتاع الدين والعقيدة مبني على نصوص من الآيات ومن الأحاديث النبوية بفهم الصحابة، والآيات والأحاديث كلها جاءت باللغة العربية الرصينة. فالزمن القديم أقعد أو اجلس معناه واحد، وفي زمن ابن عثيمين اجلس معناه واحد، ولا شنو يا أخوان؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا قل هو الله أحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقل هو الله أحد في زمان الأئمة الأربعة، وقل هو الله أحد في زمان العثيمين، بتتغير؟ تتغير؟ واحد. ليه؟ لأنها لغة عربية، عرفتها؟ معلش لو كنا بنتكلم إنجليزية والقرآن نزل بالإنجليزية، الآن اللغات دي بدأت تتطور، وقد تلقى واحد قبال 200 سنة ما يفهم بتاع الإنجليزي أو ما يفهم كثير من الكلمات الإنجليزية في العصر الحديث. أما اللغة العربية محفوظة، فهمت؟ عشان كده أنت السؤال سألته لينا، قلت أنتوا دخلتوا الجامعة دي كيف؟ جامعة دي قبلتك أنت، ما تقبلنا نحن كيف؟ تخيل جامعة قبلتك أنت كده، يتخيل معي وقدر ما تتصور وتوسع الأفق بتاعك وتلبس لك 3 قمصان وشراب بفوق خليك من الكرعين، فهمت؟ قدر ما تعمل كده، الجامعة قبلتك أنت، نحن ما تقبلنا كيف؟ فأنت ما أنت ما تجيب لك كلام ذاته، لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، لا داخل العالم لا خارج العالم. والله كلامك ده زي نفي الإزيرق للعلو، كلام لا له جناح لا له طائر لا له كراع لا له راس لا له قعر، فهمت؟ فالتوحيد من جعلك للشيء واحدا، عرفت؟ هذا التوحيد، أي تقول وحد الشيء أي جعله واحدا، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بحقه وبما يستحقه من الأسماء والصفات ومن الربوبية ومن العبادة، ده اسم التوحيد، وعليه أدلة من الكتاب والسنة. في سورة الفاتحة ربنا قال الحمد لله رب العالمين، ده دليل إنه ربنا رب الخلق كلهم. الرحمن الرحيم، ده دليل على توحيد الأسماء والصفات، إلى قوله تعالى إياك نعبده، إياك ده معمول أو هذا مفعول مقدم، والجملة
لا نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، لأنها تفيد الحصر والاختصاص، لأنه ترتيب الجملة أول حاجة يقع الفعل والفاعل والمفعول به. فربنا إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فربنا سبحانه وتعالى قدم إياك وقدم في المكان في اللفظين على نعبد وعلى نستعين، لإفادة أن العبادة وأن الاستعانة خاصة بالله عز وجل وحده، وهذا هو التوحيد الذي ندعو إليه. تمت عادش أنت جاهل به، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كمان أداري في كلوك الضات علينا نحن، أداري صدقه كما يحكى زي ما ذكر ابن الجوزي في كتاب الظراف والمتماجنين، أن الأطفال وجدوا جحا في الشارع، فهمت؟ ينسب هذا الكلام إلى جحا. قال بعدينك جحا دار يتخلص منهم، قال لهم اسمعوا والله في فلان الغني ذاك، فلان معروف غني في البلد، قال لهم الزول ده زول كريم وعامل له وليمة عشان يتخلص من الشفع. الشفع قاموا خلوا جحا وقاموا جروا. بعد شوية جحا فكر كده قال والله الزول ده غني يمكن يكون عامل وليمة، قام جرى ورا الشفع. فانت يا ود الحلال ما تقوم تفك لك حاجة وتجري وراه، انت فاهم؟ المنبر ده هنا منبر بتاع علم وكده، اما لو داير لك هوس او داير تتكلم وكده، الاكياس ما شاء الله في البلد كثيرة، ممكن تسوق اكياس بتاعت نايلون بتاعت اي حاجة ممكن تسوقها، فما بداية تجينا هنا يا ود الحلال. اقعد هنا لما تجي اسمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو عندك شياطين بطيرا، لو عندك اي حاجة، لانه انت مشكلتك حتى انت ذاتك ما فاهم نفسك داير تسوي شنو. عشان كده العنوان المنبر بتاعك انهيار الثقة، الثقة بتاعتك انهارت للأسف الشديد، اتدمرت دسترويد، فهمت؟ فانت لابد يعني تجي تقعد هنا تبني الثقة بتاعتك، والثقة انما تبنى على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، العقيدة من العقد وهو الربط بشدة، العقيدة من العقد وهو الربط بشدة، وقد تطلق على الصحيح وقد تطلق على الباطل، فتقول هذه عقيدة صحيحة وهذه عقيدة باطلة. والمراد بالعقيدة هي ما كان ما أجمع عليه العلماء في باب الإيمان، أركان الإيمان الستة وما يتعلق بذلك، هذا عند العلماء يسمى بالعقيدة. وقد ألف فيه السلف الأوائل رحمهم الله مؤلفات ككتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني وغيرها من العقائد التي هي مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما العقائد زي جوهرة التوحيد زي باليمين كده ما أعرف الشرنوبي والبرجوني والأشعرية اللي بيقروها للناس في جامعاتنا هنا وبيقروها للصوفية وغيرهم، دي عقيدة باطلة. يقول لك صفات الله ونحن بنثبت لله سبع صفات، وفي حاجة اسمها الصفات السلبية، فهمت؟ وكلهن 20 صفة، وبعد ذاك يتفرع عنهن 100 صفة ما عليها دليل من الكتاب والسنة. وإنما الواجب أن يلتزم الإنسان ما صح في كتاب الله وما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في شأن الصفات: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فأنت تصف الله سبحانه وتعالى بما يليق بالله جل وعلا وبما ثبت عن الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نثبته وهذا الذي نعتقده، وهذه هي عقيدة الأمة الإسلامية وعقيدة الأئمة الكرام الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في ذلك أن يثبت الإنسان ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل،
وذلك لقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات ما يليق بالله مما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو في سؤال أو استفسار، فرصة مفتوحة، سؤال أو استفسار.